بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن حلزون متحجر عمره لا يقل عن 60 مليون سنة مثل ما تلاحظون. طبعا هذه الحلزونات كانت تعيش في العصر الطباشيري قبل 60 مليون سنة إلى 120 مليون سنة قبل انقراض الديناصورات. طبعا هذه العينة عبارة عن عينة متحجرة بشكل كامل، تم استبدال الخلايا المتواجدة في الحلزون بذرات المعادن الجارية في الأنهار أو البرك المائية. طبعا أنصح الباحثين بدراسة العينات المتحجرة في جميع مناطق العالم، كونها يعني دراسة ممتعة جدا، والمخلوقات المتواجدة فيها ممكن تلقى ميكروبات وطفيليات وفطريات، بالذات يعني الحلزون ممكن تلقى أنواع من البكتيريا والفطريات والميكروبات اللي كانت يعني تعيش في السابق قبل ملايين السنين. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات متحجرة كثيرة جدا في الفترة القادمة.